إذا الهدية أعطيت للبنت يعني المعطي قال هذه هدية للبنت، هذه الهدية تدخل في ملكية البنت. الأب ما له حق أن يأخذ هذه الهدية ويعطيها لشخص آخر، أو يأخذ أموال هذه البنت الصغيرة ويتصرف فيها، ما له حق، هذا محرم من الناحية الشرعية، لأن هذه البنت لها سلطة كاملة على أموالها. الآن هي محجورة من التصرف إلى أن تبلغ وتصبح رشيدة، ذاك بحث آخر. أما أب أو أم تستولي على أموال البنت، لا حق لها في ذلك.